شلبي عضو مجلس النواب دايره قطاع غرب الدلتا حزب مستقبل الوطن على منحه الشباب. اهلا بيك والف مبروك. خلينا نعرف رايك في التنوع الحزبي اللي بيشهده مجلس النواب في فصل التشريع الثاني وازاي هيسري حياه النواب. التنوع ده طبعا بيمثل جميع القطاعات من الاراء السياسيه ومن الطبقات سواء شباب مرأة سواء خبراء في مجالهم وده طبعا بيسري الحياه النيابيه والسياسيه في مصر. ايه ابرز القضايا او المشروعات القوانين اللي هتطرحها تحت الابره؟ بص حضرتك الموضوع ده طبعا هيبقى في حينه واحنا اي حاجه لصالح المواطن لصالح الدوله احنا هنعملها. واكيد حزب مستقبل الوطن ليه اجنده تشريعيه هيعدها يمكن الفتره القادمه. حزب مستقبل الوطن بيشتغل على كل المحاور على كل القضايا بيشتغل في كل حته بيشتغل بقى لها فتره. الحزب عامل شغل على الارض. الحزب مهتم بكل حاجه بتخص المواطن البسيط قبل المواطن العادي. بس خلينا نتكلم برضو على الاصلاح الاقتصادي، هل شايف ان احنا بحاجه لمزيد من التشريعات المتعلقه بهذا الجانب لدعم الدوله في خططها؟ الاصلاح الاقتصادي هو جزء من رؤيه مصر 2030. احنا بنشتغل على كل التفاصيل عشان نوصل لرؤيه مصر 2030 كرؤيه. كورونا ومع تزايد الاعداد اللي بنشوفها الايام الاخيره. بنقول للمواطن المصري حافظ على نفسك، حافظ على بلدك، حافظ على اهلك، حافظ على اسرتك، حافظ على نشوف اقتصادات مجاورة لينا وعلى مستوى العالم بتقع بسبب الوباء. فبنقول له حافظ واحنا هنحافظ عشان نكون ده دايما في حاجة.